بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، متابعين الأوفياء في كل مكان، أينما كنتم وأينما تواجدتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من مدينة الإسكندرية نحييكم، ومن استاد الإسكندرية يسعدنا أن نكون معكم وأن نصحبكم في هذه الرحلة، الرحلة الكروية عبر بطولة كأس مصر والنسخة رقم 91 وإحدى لقاءات دور 16 لبطولة كأس مصر لموسم 2022-2023، حيث لقاء سموحة مع النجوم هنا في استاد الإسكندرية، والمباراة التي ستبدأ وتنطلق بعد قليل. أمامنا يظهر تشكيل فريق الموج الأزرق، فريق سموحة، والمدير الفني أحمد سامي بيبدأ بحراسة المرمى، حيث عمر صلاح يرتدي القميص رقم 21، أمامه في الدفاع أحمد حكم رقم 5، أحمد شوشة رقم 24، كقلبي دفاع في الجهة اليمنى يتواجد أحمد جمال ظهير أيمن، وفي مركز الظهير الأيسر شريف رضا بالقميص رقم 11، وسط ملعب كمحور ارتكاز مكون من الثنائي دوكو دودو رقم 36 ومالك بايو رقم 19 إلى دوري الدرجة الثانية. عودة إلى دوري المحترفين بعد أن كان في دوري الدرجة الثالثة، فريق النجوم بالقمصان البيضاء أحبتي الكرام باللون الأبيض الكامل على يمين ملعب استاد اسكندرية، بينما على يسار الملعب صاحب الأرض والضيافة فريق سموحة، فريق الموج الأزرق من منطقة كفر الشيخ، يعاونه كريم هيا مساعد أول، كرة أمامية إلى بواتينج، محاولة انفراد المرمى في كرة خطيرة جدا على الحارس محمد جمال اللي كان كبديل ونجح في التسجيل وعزز من تقدم فريقه. عادت الكرة إلى صديق، كرة وصلت إلى حسين، محاولة للمراوغة، يدخل يراوغ، محاولة للتصويب ما زالت عند حسين، فيصل أرضية في منطقة الخطورة عند أحمد مصطفى داخل منطقة الجزاء، دفاع يتصدى، طلعت وتحولت إلى ركنية لصالح فريق سموحة. مراوغة ممتازة من حسين فيصل لحازم تمساح، محاولة دخول وانقضاض من محمد سيد جلدي لاستخلاص الكرة، لكن في النهاية عرضية في اتجاه أحمد مصطفى، يدخل قلب الدفاع كمال صبحي ويلمس ويطلع الكرة إلى ركلة ركنية لصالح فريق سموحة. قطع لصالح فريق سموحة. 12 دقيقة مرت أعزائي المتابعين. شاكر عبد العال على الصورة كمدير فني لفريق النجوم، وجه لوجه مع احمد سامي المدير الفني لسموحه، كره رجعت والتسديده على يسار الحارس لكنه يتالق، محاوله من احمد جمال يهدد مرمى محمد جمال، من احمد الى محمد، هنا جمال في التسديد وهنا جمال في التصدي، هنا التالق والتمركز والتوقع، يا سلام على محمد جمال يرتدي قفاز الاجاده، تسديده بالقدم اليسرى. شوشة عادت له الكرة من جديد، شوشة موسم الأول له مع فريق سموحة قادما من فريق المصري بورسعيدي، هذا الاختراق، حسين ينفرد بالمرمى، تلامس الشباك من الخارج ولكنه متسلل، مش ممكن حسين فيصل بطريقة ممتازة، كرة اتلعبت للمرة الرابعة والخامسة، سيناريو يتكرر، مشهد شاهدناه من قبل ثلاث اربع مرات، تمريره في اتجاه حسين فيصل يخترق بدفاعات فريق النجوم، ينفرد بمرمى الحارس احمد جمال، جرس انذار لدى رباعي الدفاع كمال صبحي، احمد رمضان، ميكي مصطفى السيد، وحازم تمساح على عدم ترك المساحات، كره ملعوبه لشريف، عرضيه، كره خطيره ممكن، لكن زياد تمركز سليم داخل منطقه الجزاء، ما زال في التعادل موجود حتى الان وقائم ما بين الفريقين بدون اهداف، الكرة إلى ركلة ركنية لصالح فريق سموحة ملعوبة داخل منطقة الجزاء ما زالت مستمرة من شوشة، محمد جمال يتألق، محمد جمال يتعملق، آخر لحظات وقت البدل المقدر بثلاث دقائق بناء على إشارة حكم اللقاء محمود وفا، وكان أعلن أحمد ناجي عن ثلاث دقائق وقت بدل ضاع، ولكن في هذه الأثناء حكم اللقاء محمود وفا يطلق صفارة الختام لشوط أول يزدل فيه ستار تحت شعار لا انتصار ولا انكسار، التعادل في مواجهة الفريقين في بطولة الكاس وفي دور 16 هي خاتمة المشوار لشوط أول ول 45 دقيقة أولى، استراحة قصيرة ثم لنا عودة مع بداية الشوط الثاني، تقبلوا تحيات الزملاء في فريق العمل ولكم خالص تحياتي وإلى اللقاء مع بداية الشوط الثاني.
ايمن دابس من منطقة كفر الشيخ، حكم الرابعة احمد ناجي وحكمي تقنية الفيديو علاء صبري ومحمد عبد العزيز، وانقاذه لاكثر من هدف ومن فرصة محققة كان على الاقل منها بعض الفرص كان من الممكن ان تترجم الى اهداف. صديق جولا يمر يفوت من زياد عند كل فريق، صباحي من سموحة مكان مالك بايو، دخول منطقة الجزاء، نور 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 على نور، يا سلام يا نور، نور على الدين، وكأنه هو اللي خرج من فانوس مصباح علاء الدين. نور يسجل يتقدم مع الدقيقة 68. يا لها من مفاجأة، يا لها من مفاجأة، كرة في الشبكة في الزاوية اليسرى بإتقان بمهارة وبحرفنة عملها نور. نور علاء الدين راوغ عدى اقترب وسدد في الزاوية اليسرى والمكان البعيد يغرد إله من تغريد، مرور من شريف رضا، عدى من شريف، نور علاء الدين يؤكد انه حريف، يضع الكرة بباطن القدم اليمنى في الزاوية اليسرى البعيدة والمستحيلة على حارس المرمى عمر صلاح في الدقيقة 68. مع الدقيقة 75 مر وفات بواتينج، طلعت إلى ركنية للحكم، والتمساح التمساح مش ممكن، محدش هيرتاح، محدش هيهدى له بال ولا يرتاح في الادوار التمهيديه، لكنه سجل في اهم لقاءين، في لقاء الاسماعيلي مسجلا الهدف الثاني وسجل الهدف في التقدم حتى الان لفريقه. بواتينج الى صديق داخل منطقه الجزاء الراسيه، استقرت عند حارس المرمى محمد جمال. اربعه والفوز بلقب الكاس على حساب الاهلي والسوبر على حساب الزمالك، وهو يلعب في منافسات دوري الدرجة الثانية تحت قيادة المحنك حسن شحاتة. التعادل ممكن، اوهو مش ممكن على الدراما، ومحمد همام، وبالفعل هي صافرة الختام، اطلق محمود وفاء حكم اللقاء ليفوز عن جدارة واستحقاق فريق النجوم ويعبر الى دور الثمانية لملاقاة انبي في نسخة استثنائية لدى فريق النجوم، هي النسخة رقم 91 بهدف سجل في الدقيقة 68 عن طريق نور علاء الدين ليسجل في مرمى فريق سموحة بهدف واحد فقط ليصعد ويصل إلى دور الثمانية لفوز غالي ومستحق تحقق عن جدارة واستحقاق أمام فريق سبق له أن لعب نهائي الكاس من قبل مرتين، وصل إلى نصف النهائي من قبل 3 مرات، فريق سموحة الفريق الكبير.